Monsieur le ministre, معالي وزير الخارجية اللبناني، حضرة السفير، السيدات والسادة، أيها الحضور الكرام، أيها المواطنين من غوادلوب ومن الجالية اللبنانية، أود أن أرحب بكم في بلدية بوانابيتخ في قلب غوادلوب. Monsieur le ministre, je suis très conscient de l'importance de revivre votre visite ضمن الإطار البروتوكولي، إذ أن هناك علاقة خاصة بين المجتمع اللبناني الذي يعيش في غوادلوب التي يعد غوادلوبيين والذي لم يفتح علاقته مع دولته الأم، وأهمية علاقة لبنان الذي يتعلق كثيرا بالانتشار من حول العالم ولأطفاله الموزعين والمنتشرين. إذن أنا أعي أهمية زيارتكم هنا في غوادلوب. Mais surtout par son dynamisme, هم شعب مختلط، وهو مختلط لأننا ثمرة العديد من علاقة العديد من الشعوب من أعراق مختلفة من أصول مختلفة ومن قارات مختلفة. ونحن نحاول قدر الإمكان أن نكون شعب منفتحا على العالم وأن نستقبل الجميع. Et c'est dire que notre aspiration est d'inspirer toutes les composantes de notre population. Donc, encore une fois, merci. Je le redis ici sur Pointe-à-Pitre, vous aurez toute la coopération de la ville de la municipalité pointoise pour organiser le vote des Libanais basé sur les sols de Guadeloupe. طالب الشعب اللبناني في غوادلوب، لأنني كما فهمت أن هناك عدد مرتفع من المجتمع اللبناني الذي تسجل لإجراء الانتخابات في دولتهم الأم. C'est acquis. Nous avons l'expérience de Nous sommes très sensibles justement à ceux qui ont irrigué la ville de منطقة أو شارعا أو حي باسم اللبنان، إذ أن هناك عدد كبير من اللبنانيين الذين يعيشون. شكرا جزيلا على هذه المبادرة. أود مجددا أن أشكركم على هذا الترحيب الذي خصصتموه لنا. C'est un accueil qui reflète
فيعكس هذا الاستقبال الترحيب الذي توفرونه للبنانيين منذ أكثر من 150 عاما. فأيضا يعكس التعاون الذي حظينا له سيساعدنا على مساعدة اللبنانيين على المشاركة في الانتخابات النيابية في الخارج. كما أود أن أشكركم لكل المساعدة التي وفرتموها وستوفرونها لنا لإجراء هذه الانتخابات بالظروف الفضلاء كان من الناحية اللوجستية ومن الناحية السياسية. ستوفر لنا هذه العملية الفرصة لتبرز تعلق اللبنانيين بأرضهم وستساعدنا على إبراز أهمية قيمة الديمقراطية لكل من الشعب اللبناني والشعب الكويتي، فسيسمح ذلك للبنانيين بالمشاركة السياسية في دولتهم وحتى لو كانوا بعيدين عنها بمئات وآلاف الكيلومترات. سيساعدهم ذلك على رسم مستقبل أفضل لدولتهم، وهذا أمر نحن متعلقون به كثيرا. إذن سيتمكنون من المشاركة أكثر في حياتنا في لبنان، ولن يغير ذلك من ولائهم للدولة التي استقبلتهم منذ فترة طويلة. أعتقد أن هذه رسالة إيجابية كثيرة للعلاقة بين لبنان والغوادلوب. أود أن أشير أن جزيرة غوادلوب هي الجزيرة الوحيدة حيث سيشارك اللبنانيون بالانتخابات رغم أن عددهم ليس مرتفعا جدا، ويظهر ذلك الظروف التي يعيشون فيها في غوادلوب والتي تسمح لهم بالمشاركة بحيوية في هذه الانتخابات. أود أن أشكركم على ذلك وأشكركم باسم جميع اللبنانيين. أتمنى أن يكون هذه العملية رائعة وخاصة بسبب نقلها من حول العالم من خلال وسائل الإعلام، وستسمح لنا هذه الرسالة بتحقيق هذه العملية بكل إيجابية لمستقبل أفضل. شكرا جزيلا. شو بدك عن الانتخابات؟ يعني هاي المشاركة رح تكون ليش؟ مو انا رابع بون. نحن يعني غير انه تقصدنا نجي على الغوادلوب لأهمية الجالية اللبنانية الموجودة هون، بس الغوادلوب هي جزيرة صغيرة وعدد اللبنانيين هي فيها صغار قليل، بس هي الجزيرة الوحيدة بالكاريب يلي لح ينتخبوا فيها اللبنانيين لأنه تعدى عددهم 200، وهذا أكيد شيء حيشجع للمرة الثانية اللبنانيين يلي هلأ بس يعرفوا لح يزعلوا من بقية الجزر أنه هن ما أقدموا مثل اللبنانيين يلي هون، بس هذا كمان بيدل أنه لبنان قدر يوصل على جزيرة بعيدة بالكاريب للبنانيين ليتسجلوا، وبكرة لح يكون في عنا انتخابات يجوا على هالجزيرة اللبنانيين يصوتوا للبنان، هن وعم بيحافظوا على انتمائهم لهالأرض يلي استقبلتهم. فنحن مرقنا اليوم على البلدية يلي الرئيسة هو عم بيساعدنا بتنظيم هالانتخابات، لح يأمننا كل الوسائل اللوجستية، ولح نحن من سفارتنا بفرنسا ندير هالعملية بالتعاون مع البلدية بكل الشروط اللازمة. هيدا رسالة من ناحية بقلب لبنان انه نحن بلشنا نعد لوجستيا لإجراء الانتخابات النيابية بموعدها، ولا اللبنانيين برا يصدقوا هن حيشاركوا، لأنه اليوم بحثنا أمور تفصيلية لوجستية بهالعملية، وهذه رسالة سياسية لكل اللبنانيين برا أنهم يصدقوا أنه هن رح يكون عندهم فرصة تصويت بالخارج لأول مرة بتاريخ لبنان. إذن تابعنا وإياكم المحادثات التي أجراها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع عمدة مدينة غوادلوب في مبنى بلدية بوينتا بيتر من أجل التعاون مع السلطات المحلية لتنظيم الانتخابات في الانتشار. هذا وأشار عمدة غوادلوب، شكر الوزير باسيل لزيارته البلدة وحرص على تأكيد أن اللبنانيين في البلدة كانت لهم أهمية في مختلف القطاعات، ونحرص على
مساعدة اللبنانيين على التصويت على أراضينا في الانتخابات النيابية المقبلة. هذا وشكر الوزير باسيل الترحيب الحار الذي لقيه في جزيرة غوادلوب، وقال إن الانتخابات التي ستجري ستبرز تعلق اللبنانيين بأرضهم والمشاركة السياسية حتى لو كانوا بعيدين آلاف الأميال عن بلادهم، وسيرسمون مستقبلا أفضل لدولتهم إذ سيتمكنون من المشاركة في حياتنا في لبنان وإظهار ولائهم للدولة التي استقبلتهم أي غوادلوب. وهذه الجزيرة هي الجزيرة الوحيدة التي ستجرى فيها الانتخابات، وشكر عمدة غوادلوب على تسهيل العملية الانتخابية قريبا. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.